كده يعني هتعملي كده عشان انا بقى هي هتجري كده. تعمل اللي هو عايزه عشان قال انا هبقى مبسوط اكتر لو انت عملتي كده. لا خالص مش معانده ومش واخده موقف، بس انا يعني شايفه انه ممكن يبقى ربنا كاتب لي دلوقتي مثلا الشغل يبقى كويس ومش كاتب لي مثلا الجوازه كويسه، فان شاء الله ربنا يكتب لي الجوازه كويسه. انا حبيبه بمعنى انه للاسف اللي بيدور على الحب في ايامنا دي بيبقى صعب قوي ان هو يلاقيه. فانا في حاله بحث عن الحب، ما اعتبرش ان هي باظت ولكن كنت لسه بنوته صغيره ولسه في المدرسه في ال24 برضه نصيب. بصي كل حاجه في الدنيا دي نصيب. بس انت كنت مش اتخطبتي يا حوريه اظن، وخطيبك كان في مشكله توفى او حاجه كده؟ اتوفى قبل فرح بيوم. قبل فرحك بيوم؟ دي قصه غريبه جدا. ازاي؟ حصلت عربيه. حادثة عربية. أخدتش حنية الأب، أخدت حنية الأم وهي صاحبتي، فعشان كده يمكن اتعودت إن الراجل بالنسبة لي أنا حاجة مش مهمة في حياتي. أنا اتحرمت من الخلفة، كان لازم يعني كان دكتوري مديني 10 سنين عشان أحاول إن أنا أتجوز وأخلف فيهم، فما حصلش. امرأة وأنا دايما بقول نصف الآخر، هو بيكملني يلي هو الرجل، بس هو بيكملني على صعيد إنساني، على صعيد إنساني ما لقيت الشخص اللي بيكملني.